تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة من كسر هجمات حوثية على مواقعها في جبهات الجدعان غربي مارب. مصادر عسكرية أفادت أن القوات الحكومية والمقاومة كسرت 4 هجمات حوثية، قتل فيها 16 عنصرا حوثيا وأسر آخرون. وفي السياق نفسه، استهدفت مدفعية القوات الحكومية والمقاومة أهدافا حيوية للميليشيات في منطقة نبعة وفي محيطها. كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. الله أكبر، والله نشظتهم.